عقد. خلونا نرجع للدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. يا دكتور وحيد اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك، عايز الصوت كده احسن شوية؟ الصوت كده احسن شوية يا فندم، اشكرك. كنت بسأل اهلا بيك، كنت بسأل حضرتك على المسح القومي اجراءاته ايه يا فندم، ماشيين فيه قد ايه، والى اي مدى احنا مأمنين الادوية اللي احنا محتاجينها لاجراء المسح القومي. احنا طبعا تنفيذ مبادرة السيد الرئيس من اجل القضاء على فيروس سي في مصر خلال سنوات معدوده. المبادره دي تشمل فحص، نامل في فحص كل مواطن مصري فوق سن 18، ونتوقع او نامل ان احنا نفحص حوالي 50 مليون مواطن مصري. ولذلك تم اختيار الاتي: اولا هنحلل، هنعمل مراكز في القرى، الوحدات الصحيه للقرى، ان احنا نحلل للمواطنين بتحليل اسمه رابيد تيست. الرابيد تيست عباره عن شك في الصباع زي عين السكر العشوائيه، ولا تشمل عين الدم، وتدي نتيجه ايجابيه او سلبيه في الحال خلال 5 دقائق. ده احدث طريقه للفحص في العالم كله، دي معتمده من هيئه الصحه العالميه. ده هتبدا ان شاء الله في 9 محافظات من اول اكتوبر القادم ان شاء الله. واتباعا هيبقى في محافظات اخرى مرحله ثانيه من اول شهر 12، ومرحله ثالثه من شهر 3. المرحلة الثالثة من شهر 3 السنة الجاية 2019؟ 2019 إن شاء الله. الهدف من هذا المسح إن احنا نكتشف المرضى اللي عندهم فيروس سي، اللي هم لا يعلموا إن هم مصابين بهذا المرض. ونتوقع إن في حوالي 5 مليون مصري عنده فيروس سي، تم علاج حوالي 2 مليون منهم في آخر 4 سنوات. فنأمل أو نتوقع إن احنا نكتشف حوالي 3 مليون مريض مصري في فترة الحملة دي، المسح ده، عشان نعالجهم فيروس سي. طبعا علاج فيروس سي حاليا بقى سهل جدا، غير مكلف تماما بالنسبه للحكومه المصريه. المريض الواحد بيكلفنا حوالي 800 جنيه كعلاج شامل، بنسبه الشفاء حوالي 96%. تكلفه العلاج في امريكا كام يا فندم؟ انا بسمع انها اضعاف الرقم هنا. حوالي 70 80 الف دولار. يعني السعر في مصر 70 80 الف دولار للمريض الواحد في امريكا عشان يتعالج من فيروس سي؟ الواحد فندم بالظبط. احنا السعر المريض عندنا حوالي 800 الى 1000 جنيه. يعني احنا سعر العلاج في مصر تقريبا 1 على 1000 من سعر في امريكا. ده اتحقق بفضل طبعا دعم من الحكومه لشركات الادويه المحليه. صحيح. زي ما حضرتك اشرتي، عندنا حوالي 20 شركه محليه بتنتج ادويه فيروس سي على اعلى مستوى بنفس كفاءه الادويه المستورده. وطبعا الشركات دي بتتنافس مع بعض في السعر. وبالفعل احنا بنعمل، هي شركات محليه يا فندم ولا مالتي ناشونال؟ كلها محليه، كلها محليه، 20 شركه محليه. مش مالتي ناشونال يعني؟ طبعا. وانا اشهد يا فندم ان نفس كفاءة الدواء المحلي نفس كفاءة الدواء الاجنبي، نسبة الشفاء تصل الى 96%. احنا بقى نامل بقى ان الاعلام يساعدنا ان احنا نحفز المواطنين ان هم يتوجهوا لمراكز الفحص. وهيبقى في ويب سايت، وهيبقى في اعلانات، حملة اعلامية كبيرة جدا هتبدا يوم 21/9، ان احنا نحفز المواطنين عن طريق الاعلام المرئي والجرايد واعلانات الشوارع وغيرها، وعن طريق نبعت للمواطنين اس ام اس عباراتهم ان احنا نحفز المواطنين انهم يجوا يحللوا. التحليل سهل جدا، لا يكلف المواطن اي شيء، واللي يطلع ان هو مصاب بفيروس سي هنحول له مراكز متخصصه للعلاج. في ناس يا دكتور يقول لك انا شاكك ان انا ممكن يبقى عندي فيروس سي، بس انا مش هروح احلل، انا خايف، مش عايز اعرف، خليني عايش كده. مش قاعدين القصه دي معلش، قاعدين الناس كلها تتشجع، عايزين نطمنه زي ما حضرتك قلت كده. يعني روح وحلل وما تقلقش، الموضوع اختلف جدا عن زمان. والموضوع ده ما حدش اشارتي، كان زمان علاج الانتفلون وعلاج صعب جدا وعلاج مش بيجيب نتيجه كويسه. حاليا مفيش اي مشكله، ده المريض اللي حاليا بياخد علاج فيروس سي ما بيحسش انه بياخد اي علاج. بيجي حتى يعدي علينا يقول لا هو انا باخد اي دواء، نقول له انت بتاخد دواء بدون اثار جانبيه. فاذا الدواء فعال جدا، ملوش اثار جانبيه، نسبه شفاء عاليه جدا، بيتاخد على نفع الدوله. فانا بجد بدعو المواطنين ان هم ما يخافوش من فيروس سي زي زمان، واللي يحلل واللي يطلع عنده فيروس سي نعالجه ونخففه من هذا المرض ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات بوزاره الصحه والسكان، حقيقي عملوا شغل هايل، والدوله حقيقي في ملف فيروس سي ده بجد شابوه.